السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أنور ودي قناة سمارت إنجليش. النهاردة يا شباب جايب لكم فيديو في غاية من الأهمية. هنتناول قطعة فهم المحميات البحرية الوطنية في الولايات المتحدة بالتفصيل. القطعة دي بتيجي بقى بشكل متكرر فين؟ رقم واحد وبشكل مؤكد في توفل القاهرة، ثم توفل عين شمس، ثم توفل إمدست. هنشوف تفاصيل كبيرة جدا من قطعة فهم أكتر من 30 سطر، يعني تعتبر كبيرة في الحجم. هعلمك إزاي تتعامل مع أنواع الأسئلة المختلفة وبشكل احترافي جدا، وكمان إزاي تضبط وقتك بأسلوب مختصر وبطريقة بسيطة. يلا بينا نشوف التفاصيل ولكن بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم يا شباب، انا انور ودي قناة سمارت انجليش. لو اول مرة تشوفنا وحابب تشترك معنا في القناة، القناة بتعرض فيديوهات كتيرة عن كل ما يخص التوفل، في الجرامر، في الستراكشر اند ريتن اكسبريشن، ايضا ليسننج وايضا ريدنج، وكمان في جزء خاص بالرايتنج. يلا بينا على بركة الله. بيكلمني النهاردة يا شباب ناشونال مارين سانكتشيرز بروجرام، وده اسمه برنامج المحميات البحرية الوطنية بالولايات المتحدة. What are we doing to save the whales? How are we protecting dolphins? Can we keep the ocean safe to swim in? How much do you appreciate what the ocean has to offer? What will you do to see that it endures for your children? زي ما حضرتك شايف كده على الشاشة، أول خطوة زي ما اتفقنا يا شباب بنتعامل مع إيه؟ بنتعامل مع المين ايدي، أول جزئية تبدأ بيها القطعة لما تشوفها بالشكل ده في الاختبار، تبدأ تطلع حاجة اسمها المين ايدي. طب إزاي؟ علمنا إزاي نستخرج المين ايدي بكل بساطة وبدون تضييع للوقت. رقم واحد، هتقرأ أول سطر أو جملتين من كل فقرة جوه هذه الباسج. كل فقرة موجودة جوه الباسج هتقرأ منها سطرين. In 1972 A century after the first national park in the United States was established. بيقول في سنة 1972 بعد قرن century يعني قرن يعني 100 عام of the first national park من إنشاء المنتزه الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية اللي هو اليلستون. A legislation يعني تشريع was passed. تم تمرير تشريع وقانون جديد to create the National Marine Sanctuaries Program لإنشاء برنامج المحميات البحرية الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية. أدي أول معلومة خدتها من الفقرة رقم واحد. نروح على الفقرة رقم اتنين واللي بتبدأ بكلمة The National Marine. أيضا هاخد منها أول سطرين أو جملتين عشان بس أبلور في ذهني كده الفكرة العامة عبارة عن إيه. تمام؟ بيقول The National Marine Sanctuaries Program is administrated by the National Oceanic and Atmospheric Administration. بيقول هذه المحميات أو برنامج المحميات الطبيعية البحرية الأمريكية مالها بقى؟ تم إدارتها بواسطة الإدارة الخاصة بالغلاف الجوي والمحيطات. كلمة Atmospheric جاية من Atmosphere اللي معناها غلاف جوي، وأيضا كلمة أوشانيك جاية من كلمة أوشان اللي هو محيط. أوكي؟ طيب يبقى أيضا كمان عندي فكرة عن الفقرة رقم 2 بتكلم عن إيه؟ The National Marine Sanctuaries Program is a crucial part of new management practices in which whole communities of species. بيقول أن هذا البرنامج الخاص بالمحميات البحرية الطبيعية الأمريكية هو جزء هام من ممارسات الإدارة الأمريكية الجديدة في كل المجتمعات أو أنواع الحيوانات البحرية وليس بشكل فردي. تمام؟ ده أيضا جزء آخر بدأت تتبلور في ذهني الفكرة العامة. كل اللي احنا بنعمله ده يا شباب اسمه taking out the main idea، يعني استخراج الفكرة العامة. وفي الفقرة الرابعة يا شباب، several other types of marine protected areas exist in the United States and other countries. The National Australian Research Reserve System managed by the United States Government. بيقول يا شباب في معنى الكلام كده في هذه الفقرة أن العديد من أنواع المحميات البحرية المناطق بتاعتها موجودة فين؟ في أمريكا ودول أخرى. بيقول أيضا أن
المعهد البحوث الخاص بمصبات الأنهار بيتم إدارته أيضا عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية. بالشكل ده يا شباب كده أنا قرأت أول سطرين من كل فقرة موجودة معايا في الباسج اللي هي قطعة الفهم، وبناء عليه تم استخراج المين. أيضا عرفنا معلومات كتيرة عن المحميات البحرية الوطنية الخاصة بأمريكا، تواريخها وإنشأت إمتى، وكمان بتتعامل مع أنهي نوعيات من الأسماك أو الحيوانات البحرية، وكمان علاقتها بمعهد البحوث الخاص بمصبات الأنهار. معلومات غزيرة جدا، وده تحدي لنا في هذا الفيديو ان احنا هننجز مع بعض هذه القطعة الكبيرة جدا. وببساطة اهم خطوة يا شباب في هذه الجزئية انك اكتست وطلعت المين ايدي، ودي اهم جزئية بتقابلني في قسم القراءة في التوفل تيست، ان انا لازم اطلع المين ايدي وبسرعة. يبقى مفيش داعي ابدا اقرا تفاصيل هذه القطعه واخش مباشره بعد استخراج المين اي دي على ذا فيرست كويتشن. طب لما اجي ابدا على اول سؤال هبدا بايه؟ لو جالك السؤال ده زي ده كده بيقول لك وات داز ذا باسج مينلي ديسكاس، يعني هذه القطعه بتناقش فكره ايه، يعني عايز منك المين اي دي بمعنى صح، ابدا على طول بالمين اي دي لان احنا حالا لسه مستخرجين والمعلومات تازه في ذهنك. طب تعال نشوف الخيارات الموجوده معانا في السؤال ده اللي بيكلمنا عن ايه المين ايديا جوه هذه القطعه. نمبر A دي فرانسيس امانج مارين باركس، بيقول الاختلافات ما بين انواع المتنزهات البحريه سانكتشيريز والمحميات في المياه والريسيرفز والخدمات الخاصه بها. تمام، طيب هو بيتكلم عن ده بس؟ لا مش بيتكلم عن ده بس، يبقى اذا الاختيار رقم A ليس صحيح، مش متوقع. طب نشوف نمبر B various marine conservation programs، برامج الحماية البحرية المتعددة، ودي الإجابة الصحيحة معنا في هذه الجزئية رقم واحد، هتبقى الإجابة رقم B، لأن فعلا من خلال المين ايديا هو بيكلمنا عن برامج عملتها الولايات المتحدة الأمريكية في حماية المحميات أو الحيوانات البحرية. تمام، وليس international agreements on coastal protection، ليس هناك اتفاق دولي على الحماية الشاطئية للحيوانات البحرية، يبقى ايضا رقم سي خطأ. طيب similarities between land and sea protected environments، التشابهات او الاجزاء المتشابهة ما بين حماية البيئة البحرية واللي على الارض ايضا. طبعا ما ذكرش هذا الجزء ولا اتكلم المين ايضا عن الكلام، لكن الادق ان المين areas marine conservation programs، يبقى رقم واحد اجابة رقم بي. ونروح على الجزء الثاني والخطوة الثانية والتاكتكس اللي لازم نعمله، ان احنا نبدأ بالفوكابلري كويتشن اللي هو سؤال المفردات اللغوية. نشوف السؤال بيقول ايه وازاي اعلمك استراتيجية حل هذا السؤال. بيقول the word intent، الكلمة اللي اسمها intent in line 3 is closed in meaning 2. هذه الكلمة اللي في السطر 3 اللي اسمها intent هي قريبة جدا في المعنى من repetition approval goal revision. طيب كلمة repetition يعني تكرار، approval يعني استحسان، goal يعني هدف، revision مراجعة. تعال نشوف الكلمة intend موجودة معنا في القطعة في السطر 3. هذه يا شباب الكلمة intend، انا هنا عشان اعرف معنى الكلمة وايه المقصود بيها يا شباب، مهم اوي انفذ الاستراتيجية اللي اعلمها لك حالا دلوقتي. لازم حضرتك تضع هذه الكلمة قلنا قبل كده في سياق جملة عشان تكتشف وتستشف معناها من خلال السياق بتاع الجملة. مينفعش تروح على الكلمة مباشرة وتترجمها ترجمة حرفية دايركت كده، لا لازم تحطها جوه جملة عشان تعرف المقصود بهذه الكلمة في هذا المكان تحديدا ايه. The intent of this legislation was to provide protection to selected coastal habitats. بيقول الهدف او المقصود يعني من هذا التشريع، كلمة legislation يعني تشريع، جاي منها كلمة legal يعني شرعي او رسمي، was to provide protection هو ان تمد هذه الحيوانات بالحماية التي تم اختيارها للكائنات او البيئات الساحلية. تمام، يبقى هنا كلمة intend معناها هدف معين وضعته الحكومة لحماية الحيوانات البحرية. نرجع على سؤالنا بسرعة اهو، يبقى اذا الاجابة واضحة جدا انها كلمة goal هي المقصودة بكلمة three. The word administrated in line 8 is closed in meaning 2. بيقول الكلمة اللي معناها administrated يعني بيتم ادارتها، كلمة administrate يعني يدير، administrated بيتم ادارتها، administration يعني الادارة. اوكي، هل مقصود بها ايه بقى يا شباب في هذا الجزء؟ هل managed ولا recognized ولا opposed ولا justified؟ كلمة managed يعني يتحكم فيه او يدير، وهي الاجابة السليمة، بس خلينا نطلع نجيبها بالدليل من القطعة. recognize يعني يتعرف على، abused يعترض، justify يرضي،
تمام؟ justify يعني يكون عادل او يرضي. اوكي طب تعالى نشوف بقى هذه الكلمه في لاين 8 بتتكلم عن ايه. ادي الكلمه يا شباب معانا، وزي ما اتفقنا عشان نطلع معنى كلمه لازم نحطها في سياق جمله. تعالى بقى نحطها في سياق جمله، فهنقول the national marine sanctuaries program is administered by the national oceanic and atmospheric administration. بيقول ان المحميات البحريه الوطنيه الامريكيه هو البرنامج ده يعني بيدار. كلمه is administered، ودي هنا صيغه مبني المجهول جزء من فيرب تو بي وتصريف ثالث الفعل، بيتم ادارته والتحكم فيه. اذا واضح جدا ان كلمه administered بتساوي معانا الفيرب او الكلمه اللي اسمها managed. اوكي يبقى يتم ادارتها اللي هي managed. والكويتشن نمبر 4 ايضا بيكلمني على الريفرنس كويتشن، وهنا نقف شويه لان الريفرنس كويتشن ده من الاسئله الشهيره جدا اللي بتتكرر في اختبار التويفل، وبيكلمني عن اسم الاشاره ذيس، بيشير لجمع هؤلاء وبيعود على شيء. It refers back to something. خلينا نشوف ونكتشف مع بعض كلمه ذيس في لاين 11 بتشير الى ايه وعايده على مين. هل على السايتس المواقع، candidates مرشحين، decades عقود يعني 10 سنوات اكثر من 10 سنوات، sanctuaries اللي هي المحميات الطبيعيه. تعال نشوف مع بعض الكلمه. ادي كلمه ذيس يا شباب، ولازم ايضا عشان نعرف الريفرنس كويتشن نتعامل معاه واستراتيجيه الحل بتاعته تكون ايه، لازم نضع ايضا الضمير اللي موجود معايا او اسم الاشاره اللي موجود معايا في سياق جمله عشان نكتشف هو بيقصد بيه ايه. فهبدا كده من عندي كلمه تو، بيقول تو and half decades later، يعني بعد عقدين ونصف، يعني بعد 25 سنة. Only 15 sanctuaries، فقط 15 من المحميات الطبيعية had been designed، تم تصميمها. With half of these، فهذه المحميات الطبيعية. يبقى كلمة this relates to sanctuaries، يبقى كلمة this بترجع إلى أو لها علاقة بمين؟ بسانكتشيرز اللي هي المحميات الطبيعية. لما أنزل على الإجابة بتاع السؤال بتاعي ألاقي عندي بيقول لي sanctuaries. على question number 5 بيقول the passage mentioned the Monterey Bay National Marine Sanctuary line 13 to 14 as an example of sanctuary that، بيقول إن القطعة ذكرت اللي هو المنتزه البحري او المحميه البحريه الموجوده في مونتيري في خليج مونتيري في السطر 13 ل 14 كفرض مثال على ايه بقى بالنسبه لهذه المحميات. تعال نشوف is not well known، يعني مش معروفه، ولا covers a large area، بتغطي مساحه كبيره جدا، ولا is smaller than the Fatigal Bay National Marine Sanctuary، ولا هي اصغر من هذا الخليج او المحميه الطبيعيه البحريه لهذا الخليج اللي هو الفاتيجال، ولا was not originally proposed for sanctuary status، ولا لم تكن مفترض ان هي تقام كنوع من انواع المحميات الطبيعية. تعال نشوف الكلام ده في القطعة. لازم وانا رايح يا شباب على طول عود نفسك على كده انك تحصل على حاجة اسمها الكيوردز اللي هي الكلمات المفتاحية. يبقى هاخد مونتيري باي اوكي وكلمة sanctuary، اطلع على القطعة وابحث عن هذه الجزئيات واشوف هو يقصد بايه في السطر 13 و 14. ولو رحنا يا شباب على السطر 13 و 14 زي ما واضح اللون اليلو، كلمة the Monterey Bay National Marine Sanctuary in California، هذا النوع من الخلجان الخاص بالمحميات الطبيعية البحرية في أمريكا هو ذكره في ولاية كاليفورنيا عشان يوضح لك ان مساحته ضخمة جدا، ولذلك باللون الأخضر بيتكلم ان هو extending، يعني بيمتد لمساحة over 15,744 square kilometers، يعني بيمتد لأكثر من 15,744 كيلومتر مربع. يبقى هنا يقصد بهذه الجزئية المحمية الطبيعية هي كبيرة جدا، وبناء عليه هنختار إجابة رقم B. من الواضح جدا هي covers a large area، يعني بتغطي مساحة كبيرة. Number 6 according to the passage، طبقا أو من خلال القطعة، when was the National Marine Sanctuaries Program established، متى تم إنشاء البرنامج المحميات الطبيعية البحرية الأمريكي؟ هل في before 1972، قبل سنة 1972، ولا after 1987، ولا بعد سنة 1987، ولا 100 years يعني 100 سنة before national park were established، ولا 100 سنة قبل إنشاء اللي هو اليلوستون بارك اللي هو المنتزه العام اللي اسمه اليلوستون قد تم إنشاؤه يعني قبله ب 100 سنة، ولا 100 years after Yellowstone National Park was established، ولا بعد 100 سنة من إنشاء المنتزه العام في يلوستون. تعال نشوف الكلام ده من القطعة، هنا الكلام واضح اهو، بيقول create the National Marine Sanctuaries Program
طيب وضح اكتر او a century after. طب الكي وورد هنا يا شباب هي كلمة century اللي هي 100 year. طب after ولا before؟ لا after. هذه المحميات البحرية الوطنية تم انشاؤها بعد 100 سنة من اليلوستون بارك اللي هو المتنزه الامريكي اللي اسمه اليلوستون بعد 100 سنة. ادي الكلام واضحه a century after. نركز مع بعض في الكلام ده. يبقى دي كي وورد كلمة مفتاحية century بتساوي 100 years. يبقى الإجابة السليمة معايا في هذا السؤال يا شباب اللي هي number D وأقول 100 years after. 100 years يعني a century after Yellowstone National Park. According to the passage من خلال وطبقا للقطعة all of the following are achievements. كل هذه الأشياء هي عبارة عن إنجازات achievements of the national marine sanctuaries عن هذه المحميات البحرية الطبيعية سبت ما عدا. يعني كل اللي جاي ده هي انجازات تم انجازها ما عدا حاجة واحدة بس. احنا عايزين الحاجة الواحدة دي ونخلي بالنا من كلمة except. طيب نشوف number one بيقول the discovery of several new marine organisms يعني اكتشاف نوعيات من الكائنات البحرية المتعددة. هل ده من انجازات المحميات الطبيعية الامريكية البحرية؟ لا طبعا. وبناء عليه دي الاجابة السليمة. بس خلينا نشوف بقية الاجابات ونبحث عنها عشان يبقى متأكدين وبالدليل من القطعة. The preservation يعني الحفظ of connections للربط او الروابط between individual marine species. حافظوا على الربط ما بين السلالات والنوعيات المختلفة سواء فردية او جماعية للحيوانات البحرية. ايوة الكلام ده موجود في القطع وبناء عليه مش هنختاره. طب اثبت لنا بالدليل. تعال معي. لو لاحظت كده في الفقرة رقم 2 يا شباب بيقول whole communities of species. كل المجتمعات والنوعيات للحيوانات البحرية دي and not just individual species يعني تعاملوا وحفظوا كل النوعيات من الحيوانات البحرية وليس فقط أنواع فردية منها. يبقى هنا ذكرت القطعة هذه المعلومة. Number C بيقول the protection of the coastal habitats يعني البيئات الساحلية. كلمة habitats يعني بيئات وcoastal يعني ساحلي يا شباب. فدي بقى اسمها البيئات الساحلية. يعني كلمني عن حماية البيئات الساحلية. هل ذكر الجزئية دي في القطعة؟ ايوه ذكرها. طب تعالى نجيبها وبالدليل. زي ما حضرتك شايف في بداية الفقرة رقم واحد بيقول this legislation was to provide protection to selected coastal habitats. هذا التشريع ليه مرروا هذا التشريع والقانون؟ عشان يعملوا حماية للبيئات الساحلية التي تم اختيارها. يبقى coastal habitats دي كلمة مفتاحية جبتها من هذه الجزئية. يبقى موجود ايضا في القطعة. طب نشوف اخر جزئية معنا وبيقول the establishment of areas where the public can observe marine life. هل ذكر هذه الجزئية اللي هي تأسيس مناطق للعامة يمكنهم ان يلاحظوا الحياة البحرية؟ ايوه الراجل ذكر هذا الكلام ايضا في القطعة. طب ورينا الكلام ده وبالدليل. تعال معي. برضو بعدها على طول يا شباب بيقول people are permitted to visit and observe there. يعني بيقول الناس مسموح لهم انهم يزوروا ويلاحظوا هذه الكائنات البحرية. وده دليل على الجزئية اللي ذكر فيها ان الناس تقدر تلاحظ هذه الكائنات البحرية وتتابعها. اذا ايضا هذه الجزئية ذكرت ايضا في القطعة. يبقى على طول يا شباب كده في السؤال ده ان انا عندي رقم ايه هي الاجابة السليمة لان دي الوحيدة الفكرة التي لم تذكر في القطعة وهي اكتشاف نوعيات من الكائنات البحرية جديدة. نمبر 8 يا شباب the word periphery in line 24 is close in meaning to. بيقول الكلمة اللي اسمها periphery ودي كلمة معناها المحيط المحيط الخارجي لأي مساحة يعني تمام. هل هي depth يعني عمق land mass يعني أرض واسعة ضخمة ولا warm habitat يعني بيئات دافئة أو بيئة دافئة ولا outer edge يعني الحافة الخارجية؟ من غير ما نروح على القطعة واضح جدا ان هي رقم دي the outer edge يعني الحافة الخارجية هي عبارة عن المحيط لأي مساحة. The passage mentioned which of the following as a threat to marine areas outside the United States. بيقول في القطعة ذكرت اي من تلك الخيارات الاربعة يشكل تهديدا للمحميات الطبيعية ومناطق المحميات الطبيعية خارج الولايات المتحدة الأمريكية. هل limitation of financial support يعني قلة وتحديد الدعم المالي؟ هل يعني هذا الكلام ذكر في القطعة ان المشاكل والتهديد اللي بيقابل هذه المحميات الطبيعية هو قلة الدعم المالي؟ ما اعتقدش. دي اجابة خاطئة وهنجيب كلام ده بالدليل. طيب the use of marine species as food استخدام نوعيات الكائنات البحرية في المحميات الطبيعية كنوع من الطعام يعني الناس بيصطادوها ويأكلوها؟ برضو ما اعتقدش.
variability of the climate, تنوع المناخ من حر البارد لجاف لكده. ما ذكرش حاجة عن المناخ خالص في القطعة. لكن الإجابة السليمة يا شباب هي رقم دي، بيقول increases in tourism، زيادة السياحة. طب هتلي لك الكلام ده بقى بالدليل، تعال نشوف بقى هذا الكلام فوق، ان السياحة بتشكل تهديد للمحميات الطبيعية البحرية في الولايات المتحدة الأمريكية. لو لاحظت حضرتك معايا في الفقرة الأخيرة بيقول where tourism is placing growing pressures، حيث أن السياحة تمثل ضغطا متزايدا on fragile coral reefs system، بتشكل ضغط زيادة ليه على نظام اللي هو الشعب المرجانية القابلة للكسر. زي ما حضراتكم عارفين ان الشعب المرجانية دي ايضا قابلة للكسر وتعتبر ثروة بحرية، فايضا السياحة هنا التوريزم بتمثل ضغطا على هذه النوعيات من المحميات البحرية لانها بتدمرها. وهذا الكلام ذكر في القطعة وليس غيره، وبناء عليه اخر سؤال معنا رامبر 9، يبقى الاجابة السليمة رقم دي increases in tourism، زيادة في السياحة هي التي تمثل تهديدا للمحميات الطبيعية. الفيديو الجاي يكون على القطعة اللي بعدها الدور في توفل القاهرة، وهناخدها زي ما حضرتك شايف كده بالدرس والتحليل والتفصيل. بتمنى ان حضرتك تعمل لايك للفيديو ده لان احنا تعبنا والله. اتمنى شير للفيديو يا جماعة، يا ريت الشير يزيد شوية، معلش احنا بنتعب في المحتوى عشان نفيد الغير مش حضرتك فقط، يعني خليك كده اجتماعي وانشر معانا الفيديو ده عشان يفيد غيرك، عشان كمان ينوبك فيه اجر وثواب، لان حضرتك لما بتنشر المحتوى ده بتفيد الغير، بتحمل ايضا معي اجر وثواب. والله اعلم ان هذا العمل خالص لوجهه الكريم، لا نريد منكم جزاء ولا شكورة، جزاكم الله خير. بتمنى اللايك والشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم انور الزاهي من قناة سمارت انجليش، ارق تحياتي في رعاية الله وامن.